حذر عالم الفضاء المصري عصام حجي من خطر تآكل الشواطئ في منطقة شمال الدلتا والساحل الشمالي، وأكد أن مصر دخلت المرحلة الحرجة خاصة مع تقلص الرقعة الزراعية وتآكل البنية التحتية. وأصدر فريق من العلماء والباحثين في جامعة كاليفورنيا ووكالة ناسا ومعهد علوم البحار في تونس بالتعاون مع جامعات فرنسية دراسة نشرت في مجلة نيتشر العلمية، كشفت أن نحو نصف الشواطئ الرملية ومصبات الأنهار على ساحل شمال إفريقيا الممتد بين مصر وتونس تعاني من خطر التآكل نتيجة الزحف العمراني السريع وإقامة السدود، ما أثر سلبا على المياه الجوفية وهدد النشاط الزراعي في هذه المناطق وتسبب في زيادة معدلات الهجرة للخارج. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. اهلا يا تامر، مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك. يمكن الناس لما بتسمع كلام عن تاكل الشواطئ واحتمال ان الدلتا تغرق والكلام اللي من النوع ده، الناس بتحس انه بعيد قوي، يعني هنتكلم على حاجات هتحصل لاجيال بعدين. هل الخطر ده اصبح امر واقع ولازم الناس تتعامل معاه لانه ممكن ياثر على المستقبل القريب والاجيال الحاليه؟ نعم، لأنه تغيرات المناخ حين صدر أول تقرير لآل جور في نهاية ثمانينات القرن الماضي تحدث عن أنه تغيرات المناخ توقعات ترقى إلى حد اليقين، ثم جاءت التقارير التالية في الألفية الجديدة كلها بعد عام 2000 قالوا أنها أصبحت حقيقة فعلا ملموسة كل تغيرات المناخ وملامحها. من واحد من أهم ملامحها هو غرق الدلتات المنخفضة، وعلى الأخص نص التقرير الحكومي للجبهة الحكومية لتغيرات المناخ للأمم المتحدة بأنه دلتا نهر النيل ودلتا نهر الجانج في الصين في جنوب شرق آسيا هم أكبر اثنين دلتوات منخفضات معرضة لارتفاع سطح البحر وغمر مساحات كبيرة منها. قدرت في مصر أنها ممكن تسبب هجرة نحو 4 مليون نسمة في منطقة شمال الدلتا، على الأخص في المناطق المنخفضة حول بحيرة مريوط في مدخل اسكندرية، وجنبها بعد كده بحيرة إدكو، ثم في الشرق بحيرة المنزلة. دي كلها مناطق معرضة للغمر قبل عام 2050، وإحنا أصبحنا في مدينة رشيد هناك فعلا بعض المناطق أصبحت داخل البحر الآن. وبالتالي بدأت وزارة الري تتخذ إجراءات في الخمس سنوات الماضية اللي هي عمل الكتل الأسمنتية وتدبيش الشواطئ المصرية لرفع مستوى الشواطئ وحماية الدلتا، خصوصا أن الدلتا بتعاني مما ممكن أن نطلق عليه التأثير المزدوج، إن هي مستوى الدلتا نفسها بينخفض بمعدل من ملي 3 ملي متر كل سنة، يعني تقريبا كل 10 سنوات بتنخفض من سنتي ل 2 سنتي نتيجة عدم ورود طمي للنيل بعد السد العالي، نتيجة للري المتتالي، نتيجة للتربة اللي بتلتصق بجذور بعض المحاصيل زي البطاطس والبصل والبنجر وغيره، كل ده بنفقد تربة زراعية فبتهبط الدلتا، وفي نفس الوقت بيرتفع سطح البحر اللي بيقدر بنحو انه ممكن يرتفع 50 سطحي حتى 50 سنتيمتر نص متر يعني حتى عام 2050. بالتالي بدأت وزارة الري تعمل الكتل الأسمنتية في هذه المناطق عند مريوط، لأن منطقة مريوط نفسها منخفضة عن سطح البحر ما بين 7 إلى 10 متر، فهي تحتاج إلى الحماية الأكبر. تليها منطقة إدكو ورشيد برضو بدأ البحر يغمر مساحات منها، ثم منطقة ما حول بحيرة المنزلة في مدخل مدينتي بورسعيد ودمياط. الساحل الشمالي حتى الآن بيرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 5 متر، مش مهدد كثيرا زي مداخل الإسكندرية وزي شمال الدلتا بما فيهم بحيرة البرولوس اللي بتقع في وسط الدلتا. دي فعلا مناطق مهددة بتغيرات المناخ وارتفاع مستوى مياه البحر، وبدأت تملح أجزاء من أراضي شمال الدلتا، بدأت تقتحم المياه الجوفية في شمال الدلتا، وأصبح ده بيهدد حياة نحو 4 مليون مصري بيعيشوا في منطقة شمال الدلتا، خصوصا نقدر نقول أن الدلتا هي رأس مال مصر الزراعية، يعني 4.5 مليون فدان بتمثل 62% من المساحة الزراعية للأراضي السمراء في مصر، بتنتج 70%، بيسكن الدلتا 55% من سكان مصر، يعني 55 مليون في 8 محافظات فقط من إجمالي 27 محافظة على مستوى مصر. إذن هي
منطقة تكدس عمراني وتكدس سكاني وتكدس زراعي، ومن هنا كان الرقابة عليها شديدة من وزارة الري ومن أيضا وزارة الإسكان في حماية شمال الدلتا وحماية الشواطئ ما هو المصرية ده السؤال اللي والبحيرات كنت هقوله لك بقى يا المصرية. دكتور، هل موضوع التغيرات المناخية اتفضل. والتآكل وكل الكلام ده حتمي؟ يعني موضوع حتمي ما فيش حاجة في إيدينا نقدر نعملها؟ ولو في، إيه هي الحاجات اللي محتاجة تحرك عاجل علشان نحمي الموارد ونحمي في النهاية زي ما حضرتك بتقول في 55% من سكان مصر، أكتر من نص سكان مصر موجودين في هذا المربع، فبالتالي التهديد خطير جدا، إزاي ممكن نواجهه؟ هو ده بقول لحضرتك، اللي هي ان احنا بنرفع مستوى الشواطئ، بمعنى انه الكتل الاسمنتيه دي كلها الغرض منها انها ترفع مستوى الشواطئ الى 5 متر. فلما يرتفع مستوى سطح البحر ب 50 سنتي نص متر، يعني يجد امامه حائط صد اول اللي هو الحائط الاسمنتي، ثم بعد كده اجراءات اخرى في حقن بعض المناطق في شمال الدلتا، في ان احنا مصدات الامواج، لان الامواج لما بترتفع ايضا بتعمل ما نسميه الرذاذ الملحي وتملح لاراضي شمال الدلتا وايضا اقتحام مناطق كثيره فيها. فعشان كده يمكن دايما التوصيات على ان هذه المنطقه دي دايما تزرع بالرز كل سنه، لانه اصبح البديل الوحيد للفيضان، وان وجود المياه العذبه اللي بتغمر زراعات الرز هو برضو احد السبل لمحاربه اقتحام مياه البحر للمياه الجوفيه او للدلتا، لانه بيرد المياه المالحه الى الخلف وبيمنع اقتحامها، وفي نفس الوقت بيغسل تراكمات الاملاح اللي سببها الرذاذ الملحي اللي قادم من مياه البحر ومع الامواج. ويبقى زراعه الرز مع التدبيش مع الكتل الاسمنتيه، كل دي مصدات بدات مصر واخده فيها اجراءات قويه، مش زي ما التقرير الحقيقه بتاع دكتور عصام حجي بيقول، لانه انا حضرت سواء في مؤتمر المياه الدولي في ستوكهولم عاصمه السويد او في المؤتمر الدولي للمياه ما عرضته وزاره الري من حماية كل منطقة شمال الدلتا ومنطقة البحيرات بهذه الكتل الأسمنتية. وبالتالي أن وزير الري قال أنه مش ممكن يحصل أي اقتحام للمياه حتى عام 2050، بعد ما رصدنا أنه فعلا في بعض مناطق في مدينة رشيد تبع محافظة البحيرة دخلت فعلا جوه البحر بأكثر من 15 متر، وبعدها بدأت أو استيقظت وزارة الري وبدأت في إجراءات عاجلة نحو حماية المناطق المعرضة للتآكل أو لاقتحام مياه البحر أو لغمر مياه البحر حوالين البحيرات الشمالية الأربعة اللي في شمال الدلتا، وخدت إجراءات جيدة، يعني لاقت تحية في مؤتمر ستوكهولم عام 2017 على الإجراءات اللي اتخذتها لحماية الشواطئ المصرية وشمال الدلتا. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.